الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم اجعلنا من إيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللوم معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وللنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء حبيبك ونبيك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة نائمين وإلى الحوض والدين ومن سندس وإستبرق متلابسين ومن حور عين متزوجين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفى شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من السعداء المقبولين ولا تجعلنا يا الله يا الله يا الله من الأشقياء المردودين اللهم وإن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء وطلقاء واجعلنا يا ربنا من عتقائك وطلقائك وأمنائك وخلصائك من النار والعفو عند الحساب اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين اللهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار الصالمين وأدخلنا الجنة يا رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله.